السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب دويرة، وهذه آخر صور تاع ملعب دويرة. إذن هذه الحالة تاع الملعب في نهاية الأسبوع هذا، و يعني رغم أننا نتأسف شوية على البطء تاع الأشغال هذا، وإن شاء الله يكون فيها تسريع للوتيرة في الأيام القادمة إن شاء الله. ويعني لكن رغم أنه الملعب تاع براقي انتهت الأشغال به، ولا الشركة اللي كانت اللي تشغل في براقي هي نفسها التي تشغل في دويرة، المفروض تكون فيها تعزيز نتاع العمال باش الأشغال تاخذ وتيرة أكثر. لكن يعني تفاجأ أنه الأشغال ما زالها لم يعني تتقدم كتير بالنسبة للوضع نتاع الأرضية تاع الملعب أو حتى المدرجات، ما عدا يعني وضع السياج الفاصل بين الملعب والمدرجات اللي انتهت الأشغال به. إذن هذا هو الوضع نتاع الأشغال بداخل الملعب تاع الدويرة إلى حد الساعة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.